25 من سبتمبر هو اليوم العالمي للصيدلي، وتعد مهنة الصيدلة واحدة من أكثر 5 مهن موثوقة في العالم، وذلك باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في عملية الرعاية الصحية. ومن واجبنا تقديم النصائح المتعلقة بالأدوية لضمان الاستخدام الأمثل للدواء بفعالية وأمان لرفع كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية على مستوى الفرد والمجتمع. خلق مركبات دوائية قادرة على مواجهة الأمراض ورفع المناعة المجتمعية. تطوير وإنتاج أدوية فعالة في علاج العديد من الأمراض. توفير الدواء المناسب للمرضى على حسب وصف الطبيب المعالج بناء على الحالة المرضية، العمر، الوزن، وكفاءة عمل أجهزة الجسم. ونحث الجميع على الالتزام بالتعليمات المعطاة لهم عن كيفية استخدام الدواء من قبل الصيدلي، وعدم تغيير الخطة الدوائية دون الاستشارة أو الرجوع للمختصين. وفي هذه المناسبة نود أن نعبر عن مدى تقديرنا واعتزازنا بثقتكم الدائمة لنا، ونتذكر دائما استشر وابقى بأمان.